كنت انا قلت ادرسوا حاجه كده في جوه المقطع وفوق نفسه بالظبط يا فندم، اللي هو محور موازي تاني للمحور شرق 9 كده. السيسي يتفقد سير اعمال انشائيه جاريه لتطوير طرق ومحاور بالقاهره الكبرى. ان مجلس القياده الرئاسي يعد شعبنا اليمني العمل على انهاء الحرب واحلال السلام الشامل والعادل. رشاد العليمي يقول انه سوف يعمل على انهاء الحرب في اليمن من خلال عمليه سلام شامله. السلطات الأوكرانية تقول إن نحو 50 شخصا لقوا مصرعهم إثر هجوم صاروخي روسي استهدف محطة قطارات مكتظة بمدنيين بشرق البلاد. السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير أعمال إنشائية جارية لتطوير. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئا سيادته إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. وذكر المتحدث الرسمي أن جولة السيد الرئيس تضمنت جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلا عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات. بناء على تعليمات سيادتك يا فندم، تم الانتهاء وتشغيل محور حسب الله الكفراوي بطول 9 كيلو متر وبعرض من 4 ل 8 حاره مروريه. المحور ده يا فندم بيبدا من صناديق القمر الصناعي عند الشارع اللاسلكي وبينتهي عند التقاطع مع محور الدكتوره سميره موسى ونفق الاسمرات. المحور ده يا فندم بياخد القادم من مناطق جنوب القاهره والقادم من حلوان وطريق صعيد الحر، وبيقدر ان هو ينقله لمناطق القاهره الجديده ومن العاصمه الاداريه عن طريق عده محاور. محور الدكتوره سميره موسى، محور اللواء عمر سليمان، وبرده يا فندم المحور ده بيقدر ينقل القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهره ومنها الى طريق السويس وصولا الى مطار القاهره الدولي ومرورا بمدينه الامل ومدينه نصر عن طريق محور شينزو ابي. وبيقدر يا فندم ياخد القادم من الجنوب وينقله مناطق شمال القاهره وغرب القاهره ومنها الى الجيزه عن طريق امتداد محور المشير ومحور جان السادات. طبقا لتعليمات سيادتك يا فندم، تم البدء في تشغيل المرحله الثالثه من محور جان السادات اللي بتنفذه وزاره الاسكان متمثله في الجهاز المركزي للتعمير. المحور ده يا فندم بيبدا من تقاطع مع شارع لطفي السيد عند منطقه نفق ابو حشيش. بكده يا فندم نقدر نقول ان احنا قدرنا نعمل تعدد وتنوع في المحاور للانتقال لمناطق القاهره المختلفه بدون استخدام شبكه الطرق القائمه وخاصه الطريق الدائري وطريق الاوتوستراد. بكده يا فندم قدرنا ان احنا نقلل زمن الرحلات، وبالتالي قدرنا ان احنا نرشد في استخدام المحروقات والوقود بانواعه. احنا قلنا نفتح الكوبري بتاع المعادي المره اللي فاتت. ايوه يا فندم، هو مفتوح تمام. المحور نفسه يا فندم تمام. احنا دلوقتي يا فندم هنبدا في المنطقه المحيطه بالمحور ده. تطوير الطرق المحيطه يا فندم بمحور حسب الله الكفراوي عباره عن طرق قائمه هيتم توسيعتها فندم ورفع كفائتها باجمالي اطوال 18.5 كيلو متر وبعرض من 5 الى 8 حره مروريه لكل اتجاه. الطرق انشاء جديده فندم هتبقى باجمالي اطوال 6 كيلو متر وبعرض من 5 الى 8 حره مروريه لكل اتجاه. اهم طريق يا فندم في الطرق المحيطه بمحور حسب الله الكفراوي هو شارع الخمسين يا فندم، بيبدا من القاهره الجديده وطريق العين السخنه القديم مرورا اسفل طريق العين السخنه الجديد عن طريق نفق القطاميه. النفق ده يا فندم حاليا اتجاه واحد، ان شاء الله هيبقى اتجاهين بعرض 5 حره مروريه لكل اتجاه. والشارع ده يا فندم هيوصل الى تقاطع محور حسب الله الكفراوي مع الاوتوستراد وصولا الى شارع اللاسلكي. وبكده يا فندم نقدر نقول ان احنا خلقنا محور موازي جنوب الطريق الدائري في المسافه من طريق الاوتوستراد مرورا بزهراء المعادي الى القاهره الجديده ومنها الى العاصمه الاداريه الجديده. وبيتم برضه يا فندم حاليا انشاء محاور موازيه شمال الطريق الدائري زي محور الدكتور ياسر رزق ومحور الدكتوره سميره موسى. ايوه يا امير سيادتك يا فندم. شكرا.
ده اللي هيربط المقطم لصلاح سالم مش كده؟ تمام يا فندم. مش كده؟ تمام مش كده؟ طيب شاكرين. حاجه ثانيه؟ مساءً طيبين. مساءً طيبين. إلى جانب المراحل النهائية من محور الدكتورة سميرة موسى الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة. شرفنا هنا فندم في محور دكتورة سميرة موسى اللي بيبدأ من شارع جمال محمد علي في منطقة زهراء مدينة نصر ويتجه جنوبا في أرض المعسكر ثم بيعبر طريق المشير طنطاوي كوبري علوي ثم جنوبا وبيعبر محور الدكتور اللواء عمر سليمان كوبري علوي ثم بيتجه موازيا للطريق الدائري يعبر محور محمد علي فهمي كوبري علوي ستشرفتنا منه دلوقتي ثم محور الشهيد ثم ينتهي عن محور حسب الله الكفراوي. محور ده طول 11 كيلو متر 5 حارة مرورية في كل اتجاه. المحور ده فندم هيوصلنا لمحور مرور جديد سيادتك صدقت على بدء العمل فيه هو محور الدكتور ياسر رزق. محور الدكتور يا فندم ياسر رزق فندم بطول 7 كيلومتر 5 حارة مرورية كل اتجاه بيبدأ من تقاطعه مع محور حسب الله الكفراوي ومحور الدكتور سميرة موسى ثم بيتجه غربا موازيا للكورنيش المقطم والطريق الدائري حتى التقاؤه بنهاية شارع 9 نزولا حتى طريق صلاح سالم. سيادتك برضه يا فندم صدقت على ربط محور الدكتور صلاح الشاذلي في متحف الحضارات بمحور الدكتور ياسر رزق بحيث يا فندم يبقى جبنا الحركه المروريه من مناطق كورنيش النيل والقاهره القديمه وربطناها بمحور ياسر رزق ثم بنتجه يا فندم شرقا جبنا من الغرب للشرق بالظبط كده يا فندم. وده اول مره تشتغلوا على المقطم في المنطقه الجبليه دي بالظبط يا فندم وهتربط المقطم من فوق مش كده برضه؟ كده ستك صدقت برضه يا فندم على تطوير كورنيش المقطم معانا فبذلك هيبقى ربطنا الكورنيش بمحور الدكتور ياسر رزق ونقل الحركه المروريه كلها من مناطق كورنيش النيل ثم وسط القاهره فشرق القاهره فحتى القاهره الجديده فندم. احنا هنخلص الجزء الرابط ما بين الدكتور صلاح الشاذلي تمام وياسر رزق احنا فندم بندقق الدراسه النتيجه لطبيعه المنطقه الجبليه يا فندم ونقل العرض للسفر. طيب كنت انا قلت تدرس حاجه كده في جوه المقطم فوق نفسه بالظبط يا فندم اللي هو محور موازي تاني للمحور شارع 9 ندرس بنبدا ندرس برضه ربط اللي هو المحور ياسر رزق ان احنا نوصل لحد بيه لحد جهه السادات وجاري دراسه فاحنا بس احنا لو عملنا كده هنخفف على صلاح سالم خالص بالظبط يبقى اي حد جاي من القلعه وجاي من السيده عائشه والكلام ده يبقى الموضوع بالنسبه له سهل خالص تمام شرق وغرب يعني تمام فمحور سميره موسى يا فندم اتعمل عليه اربع اعمال صناعيه اولها يا فندم تخاطب اربع كباري اربع كباري تمام الكوبري الاول يا فندم تخاطع محور الشهيد وده تم بنسبه 100% يا فندم وتم تشغيله للمرور يا فندم. تاني كوبري يا فندم هو كوبري تقاطع المحور مع محور المشير محمد علي فهمي وكان في الاول يا فندم كان هو اتجاه واحد بس يا فندم فرده واحده بلوبه واحده وسيادتك صدقت ان احنا نحرر له جميع حركاته المروريه وبالفعل يا فندم الحمد لله يا فندم عملنا عمليه توسعه وحقق له جميع الحركات المروريه يا فندم وصل الاطوال المالي 2 كيلو تقريبا وان شاء الله يا فندم ده يعني قبل نهايه الشهر هيكون داخل التشغيل باذن الله. ثم يا فندم مرورا يا فندم بكوبري تقاطع المحور سميره موسى مع محور اللواء عمر سليمان اللي هو قدام سيادتك ده يا فندم احنا بالفعل بدانا نرفع اعمال الكمر بتاعته وان شاء الله يا فندم ضاغطين بحيث ان قبل برضه بنهايه قبل نهايه الشهر يمكن نكون داخل على العيد باذن الله يا فندم ان شاء الله. يبقى يا فندم اهم كوبري على المحور يا فندم واكبر كوبري هو كوبري تقاطع محور سميره موسى مع محور المشير طنطاوي. الكوبري ده يا فندم ليه طبيعه خاصه لانه بيعلو خط المونوريل اللي ماشي بالمشير وده خلاني ما اقدرش اعمل محور او اكس في النص يشيل الكوبري فاضطريت انفذ باكيه معدنيه بطول 72 متر وتعتبر يا فندم من اطول الباكيات اللي احنا بننفذها بالاضافه يا فندم ان انا عليك بارتفاع الكوبري وصلت لارتفاع 25 متر يا فندم على محور المشير عشان احقق الارتفاع الامن لاعلى المونوريل يا فندم. وبالفعل الحمد لله يا فندم احنا بننفذ الاعمال يعني فندم بامان جايبين شده معدنيه مخصوصه احنا هنخلص امتى ده يا فندم ان شاء الله هيخش معانا بنهايه شهر 5 يا فندم 30/5 خطته الزمنيه نظرا لطبيعته يا فندم بس باذن الله احنا بننسق حاليا مع الاداره العامه لمرور القاهره عشان ابتدي اعمل التحويلات المروريه عشان خلال 10 ايام النهارده هبدا اورد الكمر المعدني اللي اعلى من نوريل وابتدي ان شاء الله يا فندم ارفعه تبعا. طب انت خليني بس هنا ارجع عند الكوبري لان ده هيربط الشمال بالجنوب بشكل كبير قوي تمام. انتوا هنا لو انا النهارده جاي من يعني من شارع جمال محمد علي وعايز اخش على محور المشير اخش ازاي؟ احنا يا فندم عاملين صواني بتحقق دواري الدوران بحيث ان انا اقدر يا فندم الف وارجع
واخد يعني اخد دوائر الدوران يا فندم من الصواني اللي على المحور يا فندم. وانت عامل نفس الكلام هنا وعامل صواني يا فندم على مسار المحور بالكامل، اقدر يا فندم اخد الطرق الايه العرضيه اللي بالكامل دي كلها يا فندم. طب انتوا من خلال تواجدكم هنا برضو كلام السؤال اللي انا دايما بساله، تمام يا فندم، في حاجه شايفينها ممكن نعملها و احنا يا فندم تقترحوها استكمالا يا فندم لسيادتك بتوجه دي يا فندم، ان احنا برضو طورنا الطريق مثلا زي مشير محمد علي فهمي ووسعناه لكل الطرق اللي بندخل فيها بنوسعها لخمس حرم مروريه زي ما سيادتك امرت، فبحيث كل الطرق اللي احنا بنشتغل يمينها وشمالها بنوسع اللي موجود لخمس حرم مروريه. ما احنا اتفقنا على حته الكتله دي كلها بالكامل ان احنا هنعمل فيها كده، تمام يا فندم، لكن احنا بنتكلم وانت ده كل ده متخطط، تمام يا فندم، انا بتكلم تخطيط جديد، تمام فعلا يا فندم. طبعا برضه توجيه سيادتك في النقطه ديت، احنا جينا يا فندم في المنطقه بتاعت عم سيادتك لما سيادتك امرت بالربط محور حسب الله كفراوي يا فندم ومنطقه الاسمرات بمنطقه المقطم والربط المنطقه دي كلها بمناطق شرق القاهره يا فندم، احنا عملنا بجاري تنفيذ سيادتك صدقت الكوبري حاليا يا فندم بدانا لسه بادئين فيه دلوقتي اللي بيربط يا فندم المحور اللي هو عمر سليمان ويعبر صنية المقطم يا فندم عند شارع 9 بالمقطم عشان يربط بمنطقه حسب الله الكفراوي. الكوبري ده يا فندم هيحرر فعلا الزحمه اللي كانت بتحصل عند منطقه المقطم، ودي نقطه يا فندم سيادتك كنت امرت بيها نتيجه يعني دراسه المنطقه. واحنا برضو لو في اي حاجه تاني، تمام، اول باول كده وانتم موجودين في المنطقه ابعتوا المقترح للهندسه هم يعملوا. متشكرين، كل سنه وانتم طيبين. عايزين تقول حاجه تاني؟ متشكرين، شكرا جزيلا. قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إنه سوف يعمل على إنهاء الحرب في بلاده من خلال عملية سلام شاملة. إن مجلس القيادة الرئاسي يعد شعبنا اليمني العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والعادل، وهذا المجلس هو مجلس سلام، إلا أنه أيضا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف، مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين. وقال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إنه يتقدم بالشكر والتقدير للرئيس اليمني السابق عبد الرب منصور هادي. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر والتقدير للأخ الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي على اتخاذه هذا القرار الشجاع والثقة التي منحها للمجلس، كما نشكر تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعمهم غير المحدود للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. أعطى نفتالي بينت رئيس وزراء إسرائيل تفويضا مطلقا لقوات الأمن الإسرائيلية للقضاء على ما وصفه بموجة جديدة من الإرهاب غدا هجوم نفذه فلسطيني في وسط مدينة تل أبيب أدى إلى مقتل 3 أشخاص. وقال نفتالي بينت رئيس وزراء إسرائيل إن بلاده تمر بمرحلة صعبة مليئة بالتحديات وقد تطول. في السياق المتصل قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يدين هجوم وسط مدينة تل أبيب. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر لضمان أمن واستقرار الإسرائيليين والفلسطينيين. أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن 80,000 مصلي أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك. استجابة لدعوات الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك لمواجهة اقتحامات المستوطنين في شهر رمضان، أدى نحو 80,000 مصلي صلاة الجمعة الأولى من الشهر الفضيل في الأقصى بعد أن توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى على مدينة القدس المحتلة. توقعنا في الجمعة الأولى أن يصل العدد إلى 110,000 أو 120,000 مصلي، لكن الحواجز حالت دون أن يصل العدد إلى هذا العدد المتوقع، سواء التي نصبت على المعابر أو التي نصبت في طرق المؤدي إلى البلدة القديمة إلى المسجد الأقصى المبارك.
وألقت القوات الإسرائيلية حاجز قلندية أمام حركة مرور المركبات، وسمحت فقط لمن تنطبق عليهم شروط الدخول بعبور الحاجز الذي يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية سيرا على الأقدام. وقالت سلطات الاحتلال إنها ستسمح بدخول النساء بكافة الأعمار والأطفال حتى 12 عاما، والرجال الذين يبلغون من العمر 50 عاما فأكثر بدون تصريح، فيما سيتعين على الرجال الذين يبلغون من العمر 40 عاما حيازة تصريح ساري المفعول. وانتشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للأقصى وعلى بوابات الأقصى، فيما شهدت الحواجز العسكرية الإسرائيلية المقامة على المداخل الرئيسية للقدس ازدحاما واختناقات كبيرة نتيجة الإجراءات المشددة. ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصريح خاصة من السلطات الإسرائيلية لدخول القدس المحتلة عبر حواجز عسكرية محصنة أقيمت في عدة جهات حول المدينة. تأتي الدعوات لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى وشد الرحال إليه والرباط فيه تزامنا مع استمرار السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه خلال أيام الشهر الفضيل، وللتصدي لمخططات جماعات الهيكل لاقتحام المسجد خلال عيد الفصح اليهودي والذي يوافق الفترة من 15 وحتى 20 من رمضان. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن قيام موسكو بشن هجوم صاروخي على محطة قطار في كراماتورسك بيشكل جريمة حرب جديدة. القوات الروسية شنت هجوما بالصواريخ على محطة قطار في كراماتورسك حيث قتل 38 شخصا في الموقع، بينما قتل 12 آخرون في المستشفى وفقدنا 5 أطفال. هناك العشرات من الجرحى في المستشفيات، وهذه تعد جريمة حرب جديدة ترتكب من جانب روسيا. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن بلاده قادرة على تحقيق النصر في مواجهة موسكو إذا توافرت الأسلحة الكافية. الحرب ضد روسيا قد تنتهي بالانتصار والحرية للشعب الأوكراني أسرع مما يمكن أن يتخيله العالم، وذلك في حال تم إمدادنا بالأسلحة الكافية التي نطلبها. وأي تأخير في تسليم هذه الأسلحة لأوكرانيا بغض النظر عن أي أعذار لا يعني سوى شيء واحد، وهو أنهم يريدون مساعدة روسيا. حسب رواية حاكم دونيتسك، كان نحو 4000 مدني من الفارين من خطر هجوم روسي كبير في شرق أوكرانيا في محطة كراماتورسك للقطارات عندما استهدفها صاروخان أطلقتهما القوات الروسية لمنع إجلاء المدنيين، ما أسفر عن مقتل 50 وإصابة العشرات. وقال حاكم المنطقة إنه تم استهداف المحطة بصاروخ باليستي قصير المدى من طراز توشكايو يحتوي على ذخائر عنقودية تنفجر في الجو وتطلق قنابل صغيرة مميتة على مساحة أوسع لبث الذعر والخوف وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. واستخدام الذخائر العنقودية محظور بموجب اتفاقية أبرمت عام 2008، ولم توقع روسيا على الاتفاقية، لكنها نفت في السابق استخدام مثل هذه الذخائر في أوكرانيا. في المقابل اتهمت الخارجية الروسية القوات الأوكرانية بتنفيذ الهجوم وصفة إياه بالعدواني والهمجي، وأضافت أن كييف لن تفلت من مسؤولية الحادثة، وحثت العالم على وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وعرضت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لإجلاء 188 مواطنا أجنبيا من مقاطعة خيرسون باتجاه الأراضي الروسية عبر شبه جزيرة القرم. وأعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية انسحاب القوات الروسية من كامل أرجاء المنطقة التي تقع شمال شرقي البلاد. وكانت القوات الروسية انسحبت خلال الأيام الماضية من كامل منطقة كييف الإدارية ومقاطعة تشيرنييف. وقالت الاستخبارات البريطانية إن القوات الروسية انسحبت بشكل كامل من شمال أوكرانيا إلى بيلاروس وروسيا، وإن بعض القوات سيتم نقلها إلى مناطق شرق أوكرانيا للقتال في إقليم دونباس،
كما ذكرت أن عملية نقل القوات إلى دونباس ستتطلب إعادة تجديد لهذه القوات، وهو ما قد يستغرق أسبوعا على أقل تقدير. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن القوات الروسية تركز على الاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق البلاد والقتال بالقرب من مدينة إزيوم الشرقية. وحسب تقارير غربية فشلت القوات الروسية في السيطرة على أي مدن رئيسية حتى الآن في مواجهة مقاومة أوكرانية قوية غير متوقعة، وتعثرت بسبب ما يقول مسؤول المخابرات الغربية إنها مشاكل لوجستية وإمدادات وتأثر المعنويات. في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن بلاده تريد أن ينتصر الأوكرانيون في مواجهة موسكو. هذا الهجوم دليل جديد على وحشية الاعتداء الروسي في هذه الحرب وإهمالهم في حماية المدنيين من التعرض للأذى. واشنطن تريد أن ينتصر الأوكرانيون في هذه الحرب وأن يدافعوا عن سيادة بلادهم كما كانوا يفعلون منذ 8 سنوات وحتى الآن، ولذا فإننا ملتزمون بتقديم المساعدة التي تطلبها أوكرانيا. قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عقب لقائه في لندن المستشار الألماني أولاف تشولز إن بلاده يجب ألا تعتمد على النفط والغاز الروسيين. المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا عن عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع، واليوم فقط نحن في المملكة المتحدة فرضنا عقوبات جديدة لتجميد أصول روسية وفرض حظر على سفر بعض المسؤولين الروس. سوف نتفق أيضا على أهمية تقليل اعتمادنا على النفط والغاز الروسيين وضمان أن أمن طاقتنا لا تتهدده أي دولة عاصية. من جانبه قال المستشار الألماني أولاف تشولز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل مسؤولية ما وصفها بجرائم الحرب ارتكبتها قوات بلاده في أوكرانيا. الصور التي شاهدناها للأوضاع في مدينتي بوتشا وماريوبول وغيرهما من الأماكن والهجوم المأساوي الذي جاءتنا أخباره، كل هذا هز مشاعرنا، ولابد أن نقول هنا وبكل وضوح ممكن إن هذا أمر وحشي، هذه حرب وحشية أسفرت عن تدمير مروع، سقط ضحيتها الكثير والكثير من المواطنين الأوكران، قتل المدنيين جرائم حرب، والرئيس الروسي يتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم. في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال كريستيان فيغاند المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه تم تجميد أصول روسية بلغت قيمتها 30 مليار يورو. أكثر من نصف الدول الأعضاء أبلغت المفوضية الأوروبية بالفعل عن التدابير المتخذة لتجميد الأصول. الأصول المجمدة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن تبلغ قيمتها زهاء 30 مليار يورو، وهذا يشمل أصولا مثل مروحيات أو عقارات أو قوارب أو أعمال فنية، كما تم حظر معاملات بقيمة 196 مليار يورو كجزء من تطبيق العقوبات.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يخشى الخسارة في انتخابات الرئاسة التي تجرى غدا الأحد. Je me considère toujours comme un دائما ما أعتقد أنه ينبغي علي أن أقنع الناس. هذا ما أحسسته طوال السنوات الخمس الماضية. لا شيء مضمونا على أي حال غير أني لا أخشى الخسارة. في الجولة الأولى من الانتخابات يطرح كل مترشح خطته. في اجتماعات حاشرة للجماهير شاركت في القليل منها وغير الكافي في رأيي يوم السبت الماضي والأسبوع الذي سبقه في مقاطعة بريتاني. نحن بحاجة إلى طرح الخطط حضوريا أمام مواطنين أو عبر وسائل الإعلام، والناس تختار المشروع السياسي الذي يشعرون أنه أقرب إليهم في الجولة الأولى، لكن وقت المناظرة وعرض المشروعات المختلفة لا يكون إلا في الجولة الثانية. في وقت تبخر فيه الفارق بينه وبين مرشحة اليمين المتطرفة مارين لوبان في استطلاعات الرأي، وفي آخر مقابلة مقررة له قبل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي تنطلق في الداخل الفرنسي يوم غد الأحد، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن اليمين المتطرف يحاول اللعب على وتر مخاوف المواطنين، وذلك في نداء اللحظة الأخيرة إلى التقدميين والناخبين الشباب. بعد أن قضى السنوات الخمس الماضية يتودد إلى يمين الوسط، غير ماكرون اتجاهه وقال للناخبين إنه سيوفر لهم المزيد من الحماية من ارتفاع تكاليف المعيشة ومن أخطار منافسته اليمينية مارين لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني، التي قال إن برنامجها عنصري يهدف إلى تقسيم المجتمع، لترد هي وتصف الرئيس بأنه عدواني، مشددة على برنامجها الذي يتضمن إضافة مبدأ الأولوية الوطنية إلى الدستور، لا يميز بين الناس على أساس أصولهم ما داموا يحملون جواز السفر الفرنسي. وفي هذا السياق تشير نوايا الأصوات التي عكستها استطلاعات الرأي إلى سيناريو مماثل عام 2017 حين انتقل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ممثل حزب الجمهورية إلى الأمام ومرشحة اليمين مارين لوبان إلى الدورة الثانية قبل أن يفوز ماكرون بالرئاسة. لكن تكرار هذا السيناريو ليس مؤكدا هذه المرة، ففي حال تكرار المواجهة الأخيرة بين ماكرون ولوبان قد تتفكك الجبهة الجمهورية بزعامة ماكرون التي قطعت الطريق أمام مرشحة التجمع الوطني في ظل تيار مضاد للماكرونية نشأ في صفوف الرأي العام خلال الولاية الرئاسية من خمس سنوات. وأظهرت استطلاعات رأي عن اتجاهات التصويت أن ماكرون خسر المزيد من الشعبية أمام لوبان، إذ تراجع تأييده نقطتين إلى 51% في جولة الإعادة، وكسبت لوبان نقطتين لترتفع نسبة التأييد لها إلى 49% في أضيق فارق بين الاثنين حتى الآن. كما أظهرت الاستطلاعات أيضا أن ماكرون خسر نقطتين في الجولة الأولى لينخفض التأييد له إلى 26%، في حين كسبت لوبان نقطتين ليرتفع التأييد لها بين الناخبين إلى 25%. في القاهرة نظم الأزهر الشريف احتفالية بمناسبة مرور 1082 عام على تأسيسه. ظل الأزهر الشريف منذ أن تأسس على يد القائد الفاطمي جوهر الصقلي عام 359 هجريا وحتى يومنا هذا قلعة دينية ومؤسسة إسلامية ذات تأثير واسع في العالم الإسلامي، أقيمت فيه الصلاة لأول مرة في السابع من رمضان عام 361 هجريا، وتزامنا مع ذكرى مرور 1082 سنة على تأسيسه نظم الأزهر الشريف احتفالية بهذه المناسبة بحضور كوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف. طلع الأزهر عبر تاريخه الكبير والقرون المديدة التي مر بها بتصحيح الفكر الإسلامي، وها هو الأزهر الشريف في العصر الحالي يقود أيضا تجديد الخطاب الديني وتجديد الفكر الديني في شتى فروع المعرفة
الإسلامية. تؤكد هذا الاحتفال على أن الأزهر الشريف عبر تاريخه لم ينفك عن قضايا الواقع ومشكلات الإنسان، وهذا ما يعطي لهذه المؤسسة المكانة المتميزة التي أرادها الله لها، إذ أنها كما تعلم مؤسسة علمية عالمية شاء الله لها أن تكون حصنا للدين واللغة. تضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفعاليات التي استهدفت التعريف بتاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية ودوره في نشر الدين الوسطي ومكافحة الفكر المتطرف. لا ننسى أن التاريخ شهد للأزهر بمواقف احتضن فيها كل أبناء الوطن، انطلقوا لكي ينصروا القضية الوطنية ضد الاحتلال مرة وضد الأفكار المتطرفة والهدامة مرة أخرى. نحن طلاب من أنحاء العالم ناتي ونستفيد كل العلوم الحمد لله. في الأزهر أولا نعلم ونتعلم كيف نحارب التطرف المشاعية، وثانيا نحن هنا نتعلم كل المذاهب. هذا وشكل العديد من حكام مصر على مر العصور الفن والهندسة المعمارية للأزهر، فكان شاهدا على تاريخ القاهرة وكان له دور سياسي وجهادي مهم في تاريخ الأمة لمواجهة الاستعمار. منذ 1082 عاما تأسس الأزهر الشريف بقاهرة المعز لدين الله الفاطمي، وأصبح قبلة لطلاب العلم وعلماء المسلمين من شتى البقاع وأيقونة لنشر صحيح الدين وتعاليمه السمحة، وعلى منبره تعالت الصيحات لمواجهة الاستعمار على مر العصور، فكان الأزهر وما زال منارة للعلم والوسطية والاعتدال. من الجامع الأزهر، أحمد سعد الدين، النيل. وإلى الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. وقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبد الله الغانم اتفاقية لمنحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 2.5 مليون دولار. جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان بطول 570 كيلومتر. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إن أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت أعلى المستويات على الإطلاق بسبب الأزمة الأوكرانية، وارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة بنسبة 12.6% بين فبراير ومارس إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في عام 90. وحذرت الفاو في بيانها من أن الجوع وسوء التغذية قد يطالان نحو 38 مليون شخص بحلول يونيو القادم إذا لم تتخذ تدابير مناسبة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط 2%، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي بعد أن أعلنت دول اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من المخزون الاستراتيجي. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت عند الإغلاق بنسبة $2.20 لتسجل عند التسوية $102.78 للبرميل. وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.23 لتبلغ $98.26. وانخفض خام برنت $1.50 على مدار الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1%. أعلن مصرف روسيا المركزي خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 20% إلى 17% في خطوة مفاجئة، وتأتي القرارات الجديدة في ظل العقوبات الغربية، حيث تبنى الاتحاد الأوروبي حزمة خامسة من تلك العقوبات. من لنشرتنا هذا تذكير باهم العناوين. كنت انا قلت ادرس حاجه كده جوه المقطع وفوق نفسه بالظبط يا فندم، اللي هو
محور موازي ثاني للمحور شارع 9. السيسي يتفقد سير أعمال إنشائية جارية لتطوير طرق ومحاور بالقاهرة الكبرى. إن مجلس القيادة الرئاسي يعد شعبنا اليمني العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والعادل. رشاد العليمي يقول أنه سوف يعمل على إنهاء الحرب في اليمن من خلال عملية سلام شاملة. السلطات الأوكرانية تقول أن نحو 50 شخصا لقوا مصرعهم إثر هجوم صاروخي روسي استهدف محطة قطارات مكتظة بمدنيين بشرق البلاد. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.